السلام عليكم. دكتور أشرف الزغبي، أستاذ الجراحة بطب عين شمس. النهاردة إن شاء الله هندي محاضرة جول بلادر ديزيزز. هنبتدي أول حاجة بالراديولوجيكال انفستيجيشنز، إزاي تعرف على الأمراض القنوات المرية والجول بلادر والبيلير سيستم عن طريق الانفستيجيشنز. بنبتدي الأول بالحاجات البسيطة أو زي البلين إكس راي. البلين اكس راي ممكن يبين لي راديو بيك ستونز في 10% من العيانين، فبالتالي ما هو سنسيتيف قوي، يعني 10% ده عدد قليل، يعني ممكن تعمل بلين اكس راي وما يبانش حاجه، فده برده مش اكيد، لكن ممكن تبان. طبعا حسب كميه الكالسيوم الموجوده في الستون، كل ما يكون الكالسيوم كتير في كالسيفيكيشنز هتبان في البلين اكس راي. ساعات سام تايمز بيظهر بيبقى فيه جاز جوه الجول ستونز، فممكن تديني مرسيدس بنز او سيجال ساين تظهر كده بالمنظر ده برده في البلين اكس راي. أو sometimes the gallbladder is calcified، وده بيبقى associated مع carcinoma في 25% من الحالات، وده في حد ذاته calcified gallbladder is an indication for cholecystectomy، لأن هي زي ما احنا عارفين زي ما قلنا بتبقى precancerous في 25% من العيانين. جزء in the wall of the gallbladder may appear بنسميه emphysematous cholecystitis، وده برضو very bad sign. وجاز في البيلير تري افتر اندوسكوبيك سفنكتروتومي اور سيرجيكال انستوموز، لو عملت بس اي ار سي بيعملت سفنكتروتومي فيها وهيخش جوه البيلير سيستم، لو عملت سيرجيكال انستوموز زي بيلي انتريك انستوموزز ممكن يبان لي جاز انسايد ذا بيلير سيستم. كل ده يبان في الاكس راي. ادي عندنا بلين راديوجراف شوينج راديو اوبيك ستونز باين قوي، بس لان فيها كميه كالسيوم كتير قوي، بس ده انكومن، ده 10% من الحالات زي ما احنا قلنا. بورسلين جول بلادر كالسيفايد جول بلادر، واحنا قلنا البورسلين دي از بيكان. السلام عليكم. دكتور اشرف الزغبي، استاذ جراحه طب عين شمس. تو دو كولسيستيك كالسيفيكيشن في الجول بلادر از بيست سين باي تعرف على الامراض القنوات المريه والجول بلادر والبيلير سيستم عن طريق الانفستيجيشنز. بنبتدي الاول بالحاجات البسيطه قوي زي البلين اكس راي. بلين اكس راي جول بلادر، اورال كولسيستوجرافي اند انترافينس كولانجيوجرافي، دول يوز فور هيستوريكال بيربسز. ما عادش حد لا بيعمل لا اورال كولسيستوجرافي ولا انترافينس كولانجيوجرافي، لان بيقت في حاجات ريسنت موداليتيز احدث مش حد بيستعمله. الالتراسونوجرافي الحقيقه هو از انفستيجيشن اوف تشويس في الجول بلادر والجول بلادر ديزيزز والجول بلادر ستونز، لانه الحقيقه افيلابل ان اكسبنسيف تشيب كويت تو بيرفورم اكوريت، فهو ات از انيشال موداليتي اوف تشويس. انيشال موداليتي اوف تشويس عشان اشخص بيها البيلير ديزيز هو الالترا ساوند، بس مشكله الالترا ساوند ان هو از اوبريتور ديبندنت، يعني بيعتمد على مين اللي بيعمل الالترا ساوند، مين اللي بيعمل الالترا ساوند، دي مشكلته. فكل ما يكون اللي بيشتغل اكسبيرينس يديك نتائج احسن واقرب للواقع كتير جدا يعني. لكن مشكلته ان هو في حاجتين بيعوقوه، اللي هو البودي فات والانتراليومينال باول جازز، وعشان كده لازم العين اللي هنعمل له الابدومينال التراساوند يكون صايم على الاقل قبلها بست ساعات او ثمان ساعات عشان نضمن ان مفيش جازز تكون موجوده في الباول. وحتى يا ريت لو يفضل ان احنا بنديله شويه لاكستيفز عشان تقلل الجازز، لان الجاز بيعوق السونيك ويفز انها توصل للاورجن اللي احنا عايزينه. والبودي فات كل ما تكون طبقه البودي فات كبيره وتخينه هتمنع الالتراسونيك ويفز انها توصل للاورجن اللي انا عايز اشوفه. الالترا ساوند كان ديمونستريتد بيلي الكاركيولاي، لانها مجرد ان انت بتحط البروب على الانتيريور ابدومينال وول المراره تحت الانتيريور ابدومينال وول، فتبين لك البيلي الكاركيولاي بوضوح كتير جدا، ويوريك السايز اوف ذا جول بلادر والثيكنس اوف ذا جول بلادر، واذا كان في انفلاميشن اراوند الجول بلادر والسايز اوف ذا كومن بايل داكت واوكيجنالي ستونز ويزن ذا بيلي تري. كل ده يبان لي بالالترا ساوند، بس هو الحقيقه برضو السنسيتيفيتي بتاعت الالترا ساوند للستونز في البيلير 3 في البايل داكس مش سنسيف زي المراره، لان المراره سوبرفيشال قوي، البايل داكس بتبقى ديب، فمحتاجه برضو حد بتوع سونار الكور اكسبيرينس. السلام عليكم. دكتور اشرف الزغبي، استاذ جراحه طب عين شمس. تو دو كولسيستيك كلاسيفيكيشن في الجول بلادر از بيست سين باي تعرف على الامراض
القنوات المريه والجول بلادر والبيلير سيستم عن طريق الانفستيجيشنز. بنبتدي الاول بالحاجات البسيطه قوي زي البلين اكس راي. البلين اكس راي ممكن يبين لي راديو بيك ستونز في 10% من العيانين، فبالتالي ما هو سنسيتيف قوي، يعني 10% ده عدد قليل، يعني ممكن تعمل بلين اكس راي وما يبانش حاجه، فده برده مش اكيد، لكن ممكن تبان. طبعا حسب كميه الكالسيوم الموجوده في الستون، كل ما يكون الكالسيوم كتير في كالسيفيكيشنز هتبان في البلين اكس راي. ساعات sometimes بيظهر بيبقى فيه جاز جوه الجول ستونز، فممكن تديني مرسيدس بنز او سيجال ساين تظهر كده بالمنظر ده برده في البلين اكس راي. او sometimes the gold bladder is calcified، وده بيبقى اسوشيتد مع كارسينوم في 25% من الحالات. وده في حد ذاته كالسيفايد جول بلادر از ان انديكيشن فور كولسيستيكتوم، لان هي زي ما احنا عارفين انها زي ما قلنا بتبقى بري كانسرس في 25% من العيانين. جزء ان ذا وول اوف ذا جول بلادر مي ابير بنسميه انفيزيمتس كولسيستيتس، وده برضو فيري باد ساين. وجاز في البيلير تري افتر اندوسكوبيك سفنكتروتومي اور سيرجيكال انستوموز، لو عملت بس اي ار سي بيعملت سفنكتروتومي فيها وهيخش جول بلادر سيستم، لو عملت سيرجيكال انستوموز زي بيلي انتريك انستوموزز ممكن يبان لي جاز انسايد ذا بيلير سيستم. كل ده يبقى في جول بلادر. اورال كولسيستوغرافي اند انترافينوس كولانجيوغرافي دول يوز فور هيستوريكال بيربوسز، ما عادش حد لا بيعمل لا اورال كولسيستوغرافي ولا انترافينوس كولانجيوغرافي لان بقت في حاجات ريسنت موداليتيز احدث. هنا بعد كده في الراديو ايستوب سكاننج اللي هو بنسميه الهايدا سكان اللي هو الهيباتوسايت امينو داي اسيتيك اسيد سكان، بنحط تكنيشيوم ديريفاتيفز على راديو اكتيف تكنيشيوم ديريفاتيفز على امينو داي اسيتيك اسيد وبتتحقن انترافينسلي. الامينو داي اسيتيك اسيد الليفر سيلز بتاخده بسرعه وبتعمل له سكريشن في البايل مع الراديو اكتيف ماتيريال، فبالتالي تقدر ان انت تديتكت الراديشن اللي طالع ده بريديو ديتكتور عشان تعمل فيجواليزيشن للبيلر تري والجول بلادر. كمان الجول بلادر بتتشاف في خلال 30 دقيقة في 90% من الحالات و100% في خلال ساعة، وبعد كده تظهر الضاي او ريديو اكتيف ماتيريال في 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 الديودينم او في الانتستين في خلال ساعة. طيب بقى استفدت ايه؟ اهي دي مثلا عندنا اهي ادي عندنا الليفر اهو ودي الماده الريتيو اكتيف ماشيه في البيلر سيستم نازله اهو ووصلت لحد دي. فين المراره؟ فيلير اوف فيجواليزيشن او نون فيجواليزيشن اوف ذا جول بلادر، ده معناه ان البلادر النك بتاع الجول بلادر مقفول، غالبا بيحصل في حالات الاكيد كولسيستايتس، يعني الريتيو اكتيف ماتيريال ما دخلتش الجول بلادر، فده بنسميه الهايدا سكان، فما عادش حد فنقدر نشخص بيه بسهوله قوي الاكيد كولسيستايتس، ونقدر نشخص بيه كمان لو في عندي بيليو انتريك انستموزس اقدر اشوف اذا كانت الصبغه او الماده الراديو اكتيف ماتيريال هتعدي من البايل ومن البيلر سيستم تروح للانتستين لا، ولو في ليك خارج منها اقدر برضو اشوفها. فلو المراره ما بانتش ده معناه ان انا في عندي اكيد كولسيستايتس، لو المراره كونتراكتد يبقى ده كرونيك كولسيستايتس هتلاقي فيها ديليد او ريديوسد فيجواليزيشن، وده برضو ممكن كان دايجنوز البيلاري ليك وايتروجينيك بيلاري اوبستراكشن. في الحاله دي انا مثلا واحد بيعمل مرارة بالمنظار حط كليبس على الكومون بايل داكت او اي حاجه او عمل لاترال انجري في البايل داكت، فساعتها ممكن انا اعمل اي ار سي بي اندوسكوبيك انتروجريد كولانجيو بانكرياتوجرافي واحط ستنت عشان اعالج مشكله لمريض اثناء عمليه المراره، وممكن يوريني برضو البيلي انتريك انستوز زي ما قلنا. السيت سكان الكمبيوترايز توموجرافي هو ده ميزته ان هو ليس افكتد بالبودي هابيتس، يعني لو واحد تخين لا اقدر السيت سكان يتغلب على المشكله دي شويه.
وميزته ان هو كمان نون اوبريتور ديبندنت، ما بيعتمدش قوي على الاوبريتور، لان هو افلام موجوده واي حد ممكن يقراها بقى، سواء دكتور الاشعه سواء الجراح وات ايفر، فبتبقى سهله قوي يعني. وده اللوز الفيجواليزيشن للليفر والبيلياري داكت والجول بلادر والبنكرياس، كل دول بيبانوا قوي في سيتي سكان. وممكن كان ديتكت تيومرز في الليفر، في الجول بلادر، في البايل داكتس، في البنكرياس، والاكستنت بتاعهم والسبريد للاورجنز والبلاد فيسلز. ودي مهمه جدا بقى، ليه؟ لان انا دلوقتي اصبح لو انا عندي كارسينوما اوف ذا بانكرياس اقدر اشوف اذا كان التيومر ده انفيدنج البورتال فين والسبيل ميزنتريك فين اور نوت، فبالتالي اقدر اعرف اذا كان العين بتاعي ده ريسكتابل اور نوت، اوبرابل اور نوت. يبقى مفيش داعي ان انا افتح عيان وانا عارف من قبل ما اشتغل ان البورتال فين والسبيل ميزنتريك فين الاثنين مقفولين وابستراكتد. يبقى مهم قوي ان انت ويبين لك الليمف نودز اللي حواليها كمان يعني. واذا كانت والليمفنز ممكن يقول لك الكراتيريا بتاعتها هل هي ميتاستاتيك اور نوت، يبقى انت برضو ممكن تعرف تعمل اسسمنت للاكستنت اللوكال اكستنت والسبريد بتاع ديزيز والانفيجنز اوف ذا ادجيسنت بلاد فيسلز، عشان اذا كنت هتقدر تقول ان العيان ده اقدر افيده بالجراحه اور نوت، بدل ما نفتح عين ونعمل له اكسبلوراتوري لابوراتوري وبعدين في الاخر نقفل العيان والعيان ما استفادش حاجه من الجراحه. او ده كمبيوتر تيموجرافي سكان مبين ان في عندي هنا ادي جول بلادر اهي وجواها حصوه، هادي جول بلادر، ده سيتي سكان، ده الليفر ودي الجول بلادر وجواها ستون، هنا ده الدايفرام، ده الدايفرام وده الاورطة وده الانفيريو فينا كيفا وده السبلين ودي الاستومك والاير اللي موجود جوه الاستومك. يبقى دي كل دي حاجات ممكن اشوفها بسهوله قوي. هنا ده كمبيوتر توموجرافي مبين لي هايلر ماس، اللي هو هايلر ماس، في هايلر ماس اهي، يا هايلر ماس موجود عند الكرينه عند الكونفلونس بتاعت الليفت والرايت هيباتيك داكتس، هم بيعملوا كومن هيباتيك داكتس وعامله ابستراكشن، وبالتالي عامله انترا هيباتيك بيلاري داكت دايليتيشن، دي البيلاري راديكال دايليتيشن باينه عندنا. فده برضو بقى استفدت ايه؟ اهي دي مثلا عندنا، اهي ادي عندنا الليفر اهو، ودي الماده الريتيو اكتيف ماشيه في البيلاري سيستم نازله هوب ووصلت لحد دي. فين المراره؟ هنبتدي اول حاجه بالراديولوجيكال انفستيجيشنز، ازاي تبان عندنا اهو. ده الكروس سيكشنال. الكروس سيكشنال يعني ايه؟ يعني انت زي ما تكون واخد سيتي سكان، يعني واخد قطاع عرضي بيبان قوي. ده كروس سيكشنال ماجنتيك ريزونانس. في برضو مبين هنا عندنا ادي برضو هايلر ماس اهي، وفي ما عند مبين عندنا ادي جول بلادر، وجوه الجول بلادر في عندنا جول ستونز. ده كروس سيكشنال ام ار سي بي. الاي ار سي بي هو دايجنوستيك وثيرابيوتيك، بس هو انفيزيف، هو انفيزيف، لان انا يعني بخش بمنظار من الاستومك لحد البيدرم، هلاقي الامبولا افاتر، هبتدي اعمل لها كانيوليشن او هعمل لها اسفنكتروتومي، وبعدين بعد كده هدخل كانيولا، وبعدين ابتدي احقن صبغه. بس اهم حاجه المنظار بتاعي يبقى سايد فيوينج مش توب فيو، سايد فيوينج، لانه عشان يبقى داخل يشوف وهو داخل في البيدرم، لان البابيلا بتبقى على الجنب، هو لازم يبقى سايد فيوينج. وبعمل انجكشن لووتر سولبل كونتراست دايركتلي في الداكت سيستم، وده بيديني اكسلنت ايمجز الحقيقه يعني، بتبان بقى بوضوح شديد جدا، يرسم لي الدكت الانومالي، يبين لي الكوز اوف اوبستراكشن والليفل عندنا بتاع الاوبستراكشن، ولو كان في كالكيولاي او مالجنت ستريكتشرز برضو كمان ممكن يبينها لي، وممكن يعمل لي بايل اسبيريت كمان، يعني ممكن اخد عينه من البايل وابعتها فور سيتولوجي او مايكروبيولوجي اكزامينشن لو كنت شاكك في انفكشن اوف كولانجايتس او اي حاجه. وبعدين ممكن نعمل انديلومينال براشنينج وسيتولوجي عشان اذا كنت شاكك ان في كولاج كارسوما او في تيومر او اي حاجه. والثيرابيوتيك بقى ان انا ممكن لو في ستونز جوه الكومون بايل داكت ممكن ان انا ابتدي اشيلها، ولو في ستريكتشرز او في لاترال بايل داكت انجري ممكن احط ستين تبع عليه. يبقى ميزه الاي ار سي بي ان هو بالرغم ان هو انفيزيف لكن له دايجنوستيك اشوفها بسهوله.
هنا ده كمبيوتر توموجرافي مبين لي هايلر ماس، اللي هو هايلر ماس، في هايلر ماس اهي، هايلر ماس موجوده عند الكرينه، عند الكونفلونس بتاعت الليفت والرايت هيباتيك داكتس، هم بيعملوا كومن هيباتيك داكتس، وعامله ابستراكشن، وبالتالي عامله دي ده ستون، دي ستون شايفين مرسومه اهي عندنا ستون اهي حصوه. لكن لو بصينا هنا هنلاقي ده ذيس از مالجننت ستريكشر، زي ما يكون في تيومر هنا اهو، تيومر قافل الكومن بايل ده. بعد كده في عندنا البي تي سي، بيركوتينس ترانس هيباتيك كولانجيو بانكرياتوجرافي، ده انفيسيف تكنيك بقى، انفيسيف تكنيك عشان كده، وبنخش بابره بقى من الجلد ونوصل لحد نخترق الليفر، فبالتالي ممكن اعمل بليدنج، فلازم العيان بتاعي يبقى ما عندوش بليدنج تندنسي عشان ما يحصلش هيماتوما ولا بليدنج ولا اي مشاكل، ولازم ادي انتي بايوتكس لانه انفيسيف تكنيك عشان العيان ما يخشش فيه كولانجيتس. واندر فلوروسكوبيك كنترول نيدل، بنسميها التشيبا نيدل او الاكودا نيدل، بنخش بيها بيركوتينسلي بتوصل عندنا الليفر، واندر سي تي سكان او الترا ساوند البايل داكت بتبقى كانيولي. طب انا هعرف منين انا وصلت البايل داكت؟ ان انا بسحب، يعني بخش بالابره وبعدين ابتدي اسحب، اول ما تطلع لي بايل اعرف ان انا في بايل داكت، بعد كده اروح حائن ووتر سولبل كونتراست ماتيريال، وبعد كده بعمل مالتيبل ايمجز ممكن تتاخد تبين لي اذا كان في اوبستراكشن، واذا كان في اوبستراكشن والليفل بتاع الاوبستراكشن، وممكن اخد عينه بالبايل ابعتها فور سيتولوجي. وممكن البي تي سي كمان يساعدني ان انا ممكن احط ستنت، يعني ممكن احط، ممكن اعمل ريحه اكسترنال بيلر درينج او انترنال بيلر درينج، يعني ممكن اعمل احط فيه ستنت واسيبها لبره تدرين البايل لبره، او ممكن ادخل ستنت جوه اباي باس الاستريكشر او الاوبستراكشر اللي عندي اوصل لحد تحت اهو. دي عندنا دي ده البي تي سي، في عندنا هنا ده ترانس هيباتيك كولانجيوجرام شوينج استريكشر في الكومن هيباتيك داكت، ده استريكشر عندي في الكومن هيباتيك داكت اهو، ادي البيلي راديكلز دايليتد واضح قوي، وبعدين هنا في ستريكشر موجود عندي. ممكن هنا عن طريق التراك دي بقى اخش ممكن احط يعني درين لبره اسحب البايل لبره، بس كده البايل هيبقى لوست، وممكن اخش عن طريقها برضو احط ستنت على في الستريكشر ده بحيث ان البايل يعدي اباي باس استراكشر. وممكن ادايليت تراك، وممكن عن طريقها برضو افوت فايل فليكسبل كولودوكوسكوب، يعني ممكن اخش بكولودوكوسكوب عن طريق التراك بتاع البي تي سي واشخص ستريكشر واخد بايوبسي، ولو في ستونز ممكن نبتدي اشيلها. وقلنا البي تي سي احسن من الاي ار سي بي فور مالين ستريكشر از كونفلنس اور هاير، يعني كل ما يكون الاوبستراكشن بتاعي فوق عادي البي تي سي بقى كويس جدا، كل ما يكون الاوبستراكشن مالينجنس بتاعي تحت يبقى الاي ار سي بي بيكون احسن. يبقى لما يكون مالينجنس ستريكشر فوق عايز اشخصه او اتعامل معاه هيبقى احسن لي ان انا اعمله بي تي سي، تحت هيبقى عايز اشخصه واتعامل معاه هيحصل لي دي ده ستون، دي ستون عشان لو بصينا هنا هنلاقي ده ذيس از مالينجنس ستريكشر، زي ما يكون في تيومر هنا اهو، تيومر قافل الكومن بايل ده. ده لازم يكون بروفيشنال اهي. ادي عندنا البير اوبرتيف كولانجيوجرافي والعيان مايل 20 درجه لتحت، والاكس راي اهو العيان مايل 20 درجه لتحت اهو، والاكس راي كاسيت موجود عندنا تحت اهو عشان اصور. ولازم طبعا تبقى ريديوسنت تيبل عشان اعرف، عشان الاكس راي اللي جايه من فوق دي تعدي في العيان وتوصل لتحت، لو التيبل مش ريديوسنت يبقى مش هبان اوصل لحد تحت اهو. دي عندنا اهي دي ده البي تي سي، في عندنا هنا ده ترانس هيباتيك كولانجيوجرام شوينج ستريكتشر في الكومن هيباتيك داكت. هنا اهو ده عندنا نورمال كولانجيوجرام البايل داكت اهي، وحقنت والصبغه واصله لحد الدور. هنا بقى ادي الكولانجيوجرام اوبرتيف كولانجيوجرافي، ادي دايليتد بايل داكت ومليانه ستونز اهي، شايفين الستونز ماليه الكومن بايل داكت، وادي البنكرياتيك داكت. في الحاله دي العيان ده عملنا له بقى سفنكتروتومي عشان نشوف
تشيل الستونز دي، وواضح قوي ان الصبغه معديه واصله جوه ريفلاكسد وعدت وصلت عندنا لحد البنكرياتيك. دي ده ستون، دي ستون شايفين مرسومه اهي عندنا ستون اهي حصوه. بعد كده بعد 7 ل 10 ايام هنلاقي التيوب اللي انت حاططها جوه البيلري سيستم دي هتكون عملت تراك. اقدر عن طريق التراك دي افوت كولودوسكوب، واقدر اشيل بقايا ستونز لو كانت ستيل بريزنت جوه الكومون بايل ده. التكنيك از انفاليبل ان ذا مانجمنت اوف ديفيكلت كومون بايل ده ستونز، مفيش شك. اللابروسكوبك التراسونوجرافي نفس الكلام. اللابروسكوبك التراسونوجرافي هو ميزته ان انت ممكن بتخش باللابروسكوب وبتخش بالبلوب بتاع الالترا ساوند تحطه على الحته اللي انت عايز تشوفها، تشوف البيلر سيستم بوضوح شديد جدا. هو طبعا مش هيبقى معمول للمراره، المراره بتيجي بالسوناري العادي من بره، لكن للبيلر سيستم اقدر بقى لابروسكوبك التراسونوجرافي اشوف بقى البايل داكت والليفت هيباتيك داكت والرايت بايل داكت. It is useful technique في البيلري والبنكرياتيك تيومر ستيجنج بقى عشان اقدر اشوف في البرايمري تيومر واشوف الريليشنز بتاعت البرايمري تيومر ده للميجور فيسلز سواء للهيباتيك ارتري، سوبيريو ميزنتريك ارتري، البورتال فين، سوبيريو ميزنتريك فين، انفيدد اور نوت. العيان ده هيستفيد من الجراحه ولا مش هيستفيد من الجراحه، التيومر ده ريسكتبل اور نوت ريسكتبل، كل دي حاجات مهمه قوي. في عندنا بقى هنتكلم عن كونجنتال انوماليز اوف ذا جول بلادر. اول حاجه في عندنا ابسنت جول بلادر، كل يعني فيلير تو فيجواليزيشن جول بلادر ده مش لازم از نوت نيسيسيرلي اباثولوجيكال بروبلم. ساعات يعني بتلاقي الجول بلادر از ابسنت والعين عايش عادي جدا وما عندوش اي مشكله. في عندنا حاجه اسمها الفريجن كاب، ده موجود في 2-6% من الكوليسيستوجرام، وممكن يبقى مستيكن مع الباثولوجيكال ديفكت. يعني ايه فريجن كاب؟ الفريجن كاب ده اللي هو كان بيلبسوه البيبول بتوع فريجيا دي من انشنت كانتري في اسيا ماينور في 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 اسيا الوسطى، كان في بلد اسمها فريجيا فكانوا بيلبسوه كاب كده بيلبسوه، او زي الليبرتي كاب اللي كانوا بيلبسوه في الفرنش ريفوليوشن في الثوره الفرنسيه. هنا اهو ده عندنا نورمال كولانجوجرام البايل داكت اهي وحقنت والصبغه واصله لحد الدور. هنا بقى ادي الكولانجوجرام اوبرتيف كولانجوجرافي، ادي دايليتد بايل داكت ومليانه ستونز اهي، شايفين الستونز ماليه الكومون بايل داكت، وادي البنكرياتيك داكت. في الحاله دي العيان ده عملنا له بقى سفنكتروتومي عشان نشوف الديسيل الستونز دي، وواضح قوي ان الصبغه معديه واصله جوه ريفلكسد وعدت وصلت عندنا لحد البنكرياتيك ده. ممكن ان احنا نشوفها. في عندنا الفلوتنج جول بلادر دي بتبقى هانجنج على الميزنتري، ومشكلتها ان هي لايبل تو تورشن، والعلاج الوحيد ليها الحقيقه هو الكوليسيستيك. ابسنس اوف سيستيك داكت، ممكن السيستيك داكت تبقى ابسنت. الحقيقه الابسنت بتاع السيستيك داكت هو ممكن يعني تلاقي المراره كده مزروعه مباشره في البيلاري سيستم سواء في الكومن هيباتيك داكت والكومن بايل داكت. طبعا هي دي باثولوجيكال بروبلم رذر سان كونجنتال انوملي، ده معناها في ايه؟ بيقولوا ان دي ممكن تكون كانت في ستون كبيره جدا موجوده عند الهارت من باوتش او موجوده في عند السيستيك داكت وراحت
عملت انفلاميشن والتريشن وراح دخل جوه الكومون بايل داكت، فتبان كما لو كانت المراره فاتحه كلها على بعضها جوه الكومون هيباتيك والكومون بايل داكت. المشكله الخطيره في دي ان البايل داكت ممكن تو بي انجر ديورنج السيرجري، وعشان كده لازم نبقى فيري كيرفول ان احنا نتعرف على الكوريكت اناتومي بيفور ديفيجن اوف ذا اني. بعد كده في عندنا حاجه اسمها لو انسرشن اوف ذا سيستيك داكت، ممكن السيستيك داكت يبقى فيها لو انسرشن، تبقى المراره والسيستيك داكت نازله عامله لو انسرشن تحت قوي ماشيه جنب الكومن بايل داكت وفاتحه في الحته التحتانيه، ممكن تفتح حتى نير الامبولا الباتري. مشكلتها ان انت لو عملت كومبليت ديستكشن للسيستيك داكت يو مي انجر ذا بلاد سبلاي اوف ذا كومن بايل داكت، وده ممكن يعمل ستريتش. يبقى برده اللو انسرشن ده حاجه مهمه. وبعدين لو انسرشن ده هيمنعني بعد كده ان انا وانا بعمل بيليو انتريك انستموز للعين ان اوبرا والكارسينوم اوف زيدر زمان كريس ان انا اعمله كولسيستيك جينوست، لان لو عملت له كولسيستيك جينوست والسيستيك داكت از لو انسرتد قريبه قوي بالبنكرياس ممكن التيومر يقفلها، فعشان كده بطلنا العمليه دي. هنا ده بيوريني باترن اوف سيستيك داكت اناتومي. يعني هنا مثلا دي عندنا سيجمنت 6 دريننج، سيجمنت 6 داكت دريننج فين؟ في السيستيك داكت، فناخد بالنا منها دي قوي واحنا بنعمل كل سيستيك. وهنا في عندنا رايت بوستيريور داكت دريننج في السيستيك داكت بر، ناخد بالنا منها واحنا بنعمل اللابروسكوبيك كل سيستيك. في عندنا هنا دي عندنا ان اكسسور داكت رايت بوستيريور داكت فاتحه في المراره الشخصيه، او يعني شوف ادي الرايت بوستيريور داكت فاتحه في المراره الشخصيه، دي مشكلتها ايه بقى؟ دي بيسموها داكت فلوشكا، يعني تبقى جايه من الليفر وداخله جوه المراره، يعني داكت الرايت بوستيريور داكت اهي مش جايه هنا، لا الرايت بوستيريور داكت جايه وداخله فاتحه في المراره، فلازم اخد بالي منها دي عشان ليه ايه لو داكت صغيره ممكن اربطها مفيش مشكله، لكن لو داكت كبيره لازم اتاكد مليون في الميه قبل ما اربطها ان دي مش الرايت هيباتيك داكت، ده اللي بيسموها داكت فلوش. ان اكسسري كولسيست هيباتيك داكس، في داكس بتباص دايركتلي من الجول بلادر تخش من الليفر تخش دايركتلي في الجول بلادر، وده نوت ان كومن يعني الحقيقه. عشان كده في ناس بتحب تحط روتين برين افتر لابروسكوبيك كوليستيكتومي، ليه؟ عشان يقول لك ان انا ممكن يكون عندي اكسسوري كوليستيكتوباتيك داكس فيحصل فيها ماينيوت ليك بعد العمليه يطلعوا لي في الدرنق. لو لارجر داكس شو بي كلوزد، لكن قبل ما اقفلها لازم بي شور ان ذيس از نوت ذا رايت هيباتيك داكت، ايدنتيفاي رايت داكت قبل ايه ما تشيك. في عندنا الاكسترا هيباتيك بيلر اتريزيا، دي حاجه رير شويه، هي نسبتها 1 على كل 12,000 من لايف بيرس، والميل قد الفيميل. الايتولوجي از انكلير، لكن هم بيقولوا ان الاكسترا هيباتيك بايل داكس ار ديسترويد باي ان انفلاماتوري بروسيس سيوريز، يعني بيحصل فيه طبعا برولونج بيلر اوبستراكشن بيحصل بيلر سيروزس وبورتال هايبرتنشن، ولو ما اتعالجتش الطفل بيموت قبل ما يوصل 3 سنين. في عندنا 3 انواع، اتريزيا ريستريكتد للكومن بايل داكت، وفي اتريزيا اوف ذا كومن هيباتيك داكت، وفي اتريزيا اوف ذا رايت اند ليفت هيباتيك داكتس. تلمعهم اهو، ادي الاتريزيا هنا واخده الكومن بايل داكت، لكن فتلاقي الكومن هيباتيك داكتس والرايت والليفت بايل داكتس كويسين والمره كويسه. هنا في برضو اتريزيا واخده الكومن هيباتيك داكت كمان، يبقى الكومن بايل والكومن هيباتيك داكت الرايت والليفت متاخدين، وفي هنا بقى اتريزيا واخده الرايت والليفت هيباتيك داكتس، يبقى دول 3 انواع، جريد 1 و2 و3. هنا الوحيد اللي في تايب 1 هتلاقي المراره مليانه، يبقى لما تلاقي المراره مليانه اعرف ان الاتريزيا تحت الايه الانسرشن بتاعها، يبقى واخده الكومن بايل داكت. لكن المراره هنا مش ماليه، يبقى هتلاقي ايه، يبقى الاوبستراكشن يبقى عندي يا هنا يا عندي الكارينا، يا اما داخل مش واخد الكارينا ده واخد الرايت والليفت انتر هيباتيك بايل داكتس. هنبتدي اول حاجه بالراديولوجيكال انفستيجيشنز، ازاي لازم يتلحق. الديفرنشال دايجنوز بتاع البيلر اتريزيا كل حالات النيونيتال كوليستاتيك جونز لازم تتحط،
في حاجات كتير جدا بقى. يعني انت في عندك الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي، الكوليستيزيس مع الانترافينس فيدنج، الكلودوكال سيست، الانسبيسيتد بايل سيندروم، النيونيتال هيباتايتس دي موست امبورتنت. عشان نفرق بين النيونيتال هيباتايتس بقى وبين البيلي اريتريزيا بناخد ليفر بايوبسي، وبنعمل حاجه بنسميها راديو نيوكلايد اكسكريشن سكانز اللي هو الهارت. طيب هنعالج البيلي اريتريزيا ازاي؟ طيب 1 اللي هو النوع الاولاني بنعمله هيباتيكو جيجونوستومي، ما هي البايل داكت دايليتد وفي حته سيجمنت كويس هعمل فيها الاستموز معاه. طيب 2 و3 مفيش سيجمنت كويسه من البايل داكت عشان اعمل معاه الاستموز، فبنعمل حاجه عمليه اسمها الكاساي اوبريشن، بنخش عند الهايلم بتاع البايل داكس وبنبتدي نقعد نحفر في الليفر لحد ما نوصل لبيلي ريدكس انتر هيباتيك ونزرعها، نجيب لوب من الجوجنم نحطه بنسميه هيباتيكو بورتو انتروستومي. لو ما نفعتش الكاساي اوبريشن دي بنعمل ليفر ترانسبلانتيشن. تروما للجول بلاير يوجوالي بلانت تروما او بنتريتنج ابدومينال تروما او اوبرتيف تروما، وانت شغال ممكن تتعور منك المراره، في الحاله دي علاجها الوحيد ان انت بتاكل سيستم. هنتكلم بقى عن الجول ستونز وده موضوع مهم جدا، والكوليسيزيس ذا موست كومن بيلري باثولوجي، بيشكل من 10-15% من البوبوليشن عندهم جول ستونز. دي نسبه كبيره جدا، نسبه كبيره جدا. يعني تخيلنا يعني احنا العالم فيه 7 مليار، يعني لو قلنا ان احنا في عندنا من 10-15%، يعني قلنا 15% يعني في مليار واحد في العالم عندهم جول ستونز. بس لحسن الحظ ان 80% من الجول ستونز دي ار اسيمتوماتيك، ما هياش باين خالص يعني. بس للاسف ان 21% من الاسيمتوماتيك جول ستونز هتديفلوب سيمتومز ريكويرنج سيرجري بير يير، يعني كل سنه من ال 80% دول 1-2% منهم هيبقوا سيمتوماتايزنج ويحتاجوا ان يتعمل لهم كوليسيستيكتوم. عشان كده الكوليسيستيكتوم از وان اوف ذا موست كومن اوبريشنز بيرفورمد بالجنرال سيرجن، عشان كده يعني حاجه كومن قوي. في عندنا تايبس بقى في الجول ستونز، يعني انت ايه بقى التايبس عندك بتاعت الجول ستونز اللي عندنا دي؟ في كوليسترول ستونز، في بيجمنت ستونز، والبيجمنت ستونز دي ممكن تبقى براون او بلاك، وفي عندنا الميكسد ستونز. يبقى في عندنا كوليسترول وفي بيجمنت ستونز، والبيجمنت ممكن تبقى براون او بلاك، وفي عندنا الميكسد ستونز. ده قبل ايه ما تشيل. في عندنا الاكسترا هيباتيك بيلر اتريزيا، دي حاجه قرير شويه، هي نسبتها 1/12,000 من لايف بيرس، والميل قد الفيميل. الايتولوجي از انكلير، لكن هم بيقولوا ان الاكسترا هيباتيك بايل داكس ار ديسترويد باي ان انفلاماتوري بروسيس سيوريز. يعني بيحصل فيه طبعا برولونج بيلر اوبستراكشن، بيحصل بيلر سيروزس وبورتال هايبرتنشن، ولو ما اتعالجتش الطفل بيموت قبل ما يوصل 3 سنين. في عندنا 3 انواع، اتريزيا ريستريكتد للكومن بايل داكت، وفي اتريزيا اوف ذا كومن هيباتيك داكت، وفي اتريزيا ار سي بي. الاي ار سي بي هو دايجنوستيك وثيرابيوتيك، بس هو انفيزيف، هو انفيزيف، لان انا يعني بخش بمنظار من الاستومك لحد الجدرم، هلاقي الامبولا افاتر، هبتدي اعمل لها كانيوليشن او هعمل لها اسفنكتروتومي، وبعدين بعد كده هدخل كانيولا، وبعدين ابتدي احقن صبغه. بس اهم حاجه المنظار بتاعي يبقى سايد فيوينج مش توب فيوينج، سايد فيوينج لانه عشان يبقى داخل يشوف وهو داخل في الجدرم، لان البابيلا بتبقى على الجنب، هو لازم يبقى سايد فيوينج. وبعمل انجكشن لووتر سولبل كونتراست دايركتلي في الداكت سيستم، وده بيديني اكسلنت ايمجز الحقيقه، بتبان بقى بوضوح شديد جدا، يرسم لي الداكت الانومالي، يبين لي الكوز اوف اوبستراكشن والليفل عندنا بتاع الاوبستراكشن، ولو كان في كالكولاي او مالجنانت ستريكتشرز برضو كمان ممكن يبينها لي، وممكن يعمل لي بايل اسبايريت كمان، يعني ممكن اخد عينه من البايل وابعتها فور سيتولوجي او مايكروبيولوجي اكزامينشن لو كنت شاكك في انفكشن او كولانجايتس او اي حاجه، وبعدين ممكن نعمل انديلومينال براشنينج. ان اكسسري كوليسيست هيباتيك داكس، في داكس بتباص دايركتلي من الجول بلادر، تخش من الليفر تخش دايركتلي في الجول بلادر، وده نوت ان كومن يعني حقيقة. عشان كده في ناس بتحب تحط روتين درين افتر لابروسكوب كوليسيستكتومي. ليه؟ عشان يقول لك ان انا ممكن يكون عندي اكسسوري كوليسيست هيباتيك داكس، فيحصل فيها باينيوت ليك بعد العمليه يطلعوا لي في الجرنقه. لو لارجر داكس شو بي كلوزد، لكن قبل ما اقفلها لازم بي شور ان ذيس از نوت ذا رايت هيباتيك داكت، ايدنتيفاي رايت.
الاوبيستي والهاي كالوريك دايتس وسيرتن ميديكيشنز معروفه قوي زي الكونتراسبتيف بيلز انكريز السكريشن اوف كوليسترول وبتعمل سوبر ساتوريشن للبايل، فبالتالي ده بيزود اللايثوجينيستي وبال ويخلي المريض عندي يكون حصاوي. وعشان كده دايما نقول ان لو واحده مثلا عندنا عندها حصاوي البريجننسي بيهيج الحصاوي. يقول ليه؟ لان بيبقى فيه استروجين، ما هو الاورال كونتراسبتيف بيلز عباره عن استروجين، فدايما تلاقي اللي عندها حصاوي في المراره تزيد الوجع عليها قوي اثناء الحمل. الريسكشن للتيرمينال ايليوم نفس الكلام احنا قلناه، ما هو التيرمينال ايليوم بيتمص فيه البايل سولز عشان تلف وتعمل انتيريو هيباتيك سيركوليشن، فالريسكشن بتاع التيرمينال ايليوم ده بيقلل الانتيريو هيباتيك سيركوليشن وبالتالي بيديبليت البايل اسيد بول وبيريزلت ان كوليسترول سوبر ساتوريشن. وبعد فلما يبقى الكوليسترول سوبر ساتوريتد يعمل نيوكليشن وكوليسترول كريستلز وتبتدي البروسيس بتاعت الستون فورميشن. وكذلك الابنورمال امتنج بتاعت الجول بلادر فانكشن ده ممكن يعمل اجريفيشن اوف نيوكليتد كوليسترول كريستلز. وعشان كده قلنا ان انت تشيل المراره الون از نوت انف فور تريتمنت اوف جول بلادر ستونز، از نوت انف باي حال من الاحوال. انت لازم تشيل المراره، تشيل حصاوي وتشيل مع المراره، بيكوز ذا جول بلادر از ذا فاكتوري اوف ذا ستونز، ذا بلادر از ذا فاكتوري اوف ذا ستونز. في عندنا بقى البيجمنت ستونز. البيجمنت ستونز هو از ذا نيم يوزد لستونز بتحتوي على تركيبتها اقل من 30% من المحتوى بتاعها كوليسترول. طيب في نوعين من البيجمنت ستونز، في نوع البلاك وفي نوع الثاني عندي اللي هو البراون. البلاك ستونز ار كومبوزد اوف انسولوبل بيليروبين بيجمنت ميكسد مع كالسيوم فوسفيت وكالسيوم بيليروبينيت. 20-30% من الستونز دي ار بلاك. الانسنس ده بيزيد مع الايج. البلاك ستونز دي ار اسوشيتد مع الهيموليتيك انيميز، الهيموليسيس يوجوال الهيريديتري سفيروسايتوزيس السيكل سيل ديزيز. والاسباب غير معروفه البيشنتس والسيروزيس هاف هاير انسنس اوف بيجمنت ستونز. دي بقى ده النوع الاولاني هو عندنا من البيجمنت ستونز اللي هي البلاك ستون. في عندنا نوع تاني اللي هو البراون بيجمنت ستونز، دي فيها كالسيوم، بتتكون من كالسيوم بيليروبينيت كالسيوم بالميتيت وكالسيوم استياريت مع كوليسترول. البراون ستونز دي الرير في الجور بلادر، دي لما بتتكون بتتكون اكتر في البايل داكس، فبيمول زي فورم ان ذا بايل داكس اكتر من المراره، ودول بيبقوا ريليتد لستيزيس او انفكشن في البايل. الستون فورميشن بتبقى ريليتد للديكونجوجيشن اوف بيليروبين ديكلوكرونايد باي البكتيريا البيتا جلوكرونيديز. الانسولوبل انكونجوجيتد بيليروبينيت بيليروبين او بيليروبينيت بيحصل له بريسيبتيشن. البراون ستونز دي بتبقى اسوشيتد مع فورين بودي في البايل داكس زي الستينس، لو انت عامل اي ار سي بيحط ستين، او البارازايتس زي الاسكاريزيس لامبريكويدز او الكولونوريكس سينينسيس، كل دي حاجات تبقى تيجي معاها البراون ستونز حد بيستعمله. الالتراسونوجرافي الحقيقه هو از ذا انفستيجيشن اوف تشويس في الجول بلادر والجول بلادر ديزيزز والجول بلادر ستونز، لانه الحقيقه افيلابل ان اكسبنسيف تشيب كويت تو بيرفورم accurate، فهو it is the initial modality of choice. initial modality of choice عشان اشخص بها البيلير ديزيز هو الالتراساوند. بس مشكله الالتراساوند ان هو is operator dependent، يعني بيعتمد على مين اللي بيعمل الالتراساوند، مين اللي بيعمل الالتراساوند، دي مشكلته. فكل ما يكون اللي بيشتغل experienced يديك نتائج احسن واقرب للواقع كتير جدا يعني. لكن مشكلته ان هو في حاجتين بيعوقوه اللي هو البودي فات والانتراليومينال باول جاز. وعشان كده لازم العين اللي هنعمل له الابدومينال التراساوند يكون صايم على الاقل قبلها بست ساعات او ثمان ساعات عشان نضمن ان مفيش جاز تكون موجوده في الباول. وحتى يا ريت لو يفضل ان احنا بنديله شويه لاكستيفز عشان تقلل الجاز، لان الجاز بيعوق السونيك ويفز انها توصل للاورجن اللي احنا عايزينه. والبودي فات كل ما تكون طبقة البودي فات كبيرة وتخينة هتمنع الالتراسونيك ويفز انها توصل للأورجن اللي انا عايز اشوفه. الالتراساوند كان ديمونستريتد بيليا للكاركيولاي، لانها مجرد ان انت بتحط البروب على الانتيور ابدومينال وول المرارة تحت الانتيور ابدومينال وول، فتبين لك البيليا ريكالكولاي بوضوح كتير جدا، ويوريك السايز اوف ذا جول بلادر والثيكنس اوف ذا جول بلادر، واذا كان في انفلاميشن اراوند الجول بلادر والسايز اوف ذا كومن بايل داكت،
واوكيجنالي ستونز ويزن ذا بيليري تري، كل ده يبان لي بالالترا ساوند. بس هو الحقيقه برضو السنسيتيفيتي بتاعت الالترا ساوند الستونز في البيليري تري في البايل داكس مش سنسيف زي المراره، المراره سوبرفيشال قوي، البايل داكس بتبقى ديب، فمحتاجه برضو حد بتوع سونار يكون اكسبيرينس تاني. لو الحصوه عدت بقى ودخلت جوه الكومون بايل داكت او بعتت حصوه صغيره جوه الكومون بايل داكت او كانوا حصوا كتيره واحده وسط، ممكن يجي العيان عندنا بجوندس، يبقى الجول ستون ممكن من ضمن البرزنشن بتاعتها اوبستركتيف جوندس، وممكن حصوه تعمل فيستولا بينها وبين الانتستين، فالحصوه تعدي من المراره تخش في الانتستين وتيجي تروح واقفه عند التيرمينال ايليام وتعمل لها انتستين اوبستركشن، ده اللي بنسميه الجول ستون ايليس. ونصيحتي ليكوا دايما لما تيجي تتكلم في الكوميونيكيشنز اوف جول ستونز ما تتكلمليش على طول اول حاجه تقول لي الجول ستون ايليس او المريز سندروم، الحاجات الرير دي برضو حاجات رير ما احبش ان احنا نبتدي بيها في الكوميونيكيشنز واحنا بنتكلم مع الممتحنين. يقول لك ايه الكوميونيكيشنز بتاعت الجول ستون؟ اكيد كوليسيستايتس، كرونيك كوليسيستايتس، كولانجايتس، اوبستراكتيف جوندس، بانكرياتايتس، هي دي الحاجات الكومن اللي احنا بنشوف امبيما اوف ذا جول بلادر، ميكوسيل اوف ذا جول بلادر. ما بتديش بقى بجول ستون ايليس لان انت ابتديت بالحاجه الرير اللي هو كل واحد فينا احنا الجراحين القدام اللي اشتغلوا كتير جدا ما شافهاش في حياته الا مره او مرتين، وفي ناس ما شافتهاش خالص. وممكن تمشي تعمل بقى الحصوه بقى يعني بروجرس، تعمل كونتينوس بين وفيفر وليكوسايتوزيس، في الحاله دي بقت الحاله عندنا اكيوت كوليسيستايتس، ده كل دي ضمن البرزنتيشنز. طب ايه الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الكوليسيستايتس؟ الحاجات الكومن هي بين في الرايت سايد اوف ذا ابدومن، اكيوت ابنسايتس، بيرفوريتد بيبتيك السر، او اكيوت بانكرياتايتس، كل دول ممكن يتلخبطوا مع بعض. والانكومن الاكيوت بايلونيفرايتس والمايكولدر انفاركشن والنيومونيا الرايت لوور لوب، يعني دايما الابر تشيست اللوور تشيست والابر ابدومن ديزيزز ممكن تتلخبط مع بعضها. يعني ممكن عيان يجي لنا في الاستبان نفتكر ان هو عنده مايكولدر انفاركشن وهي اكيوت كوليسيستايتس، والعكس صحيح، ممكن عيان عنده اكيوت كوليسيستايتس وجاي باللوور تشيست بين واحنا فاكرين ان هو انجينال بين وهو في الواقع اكيوت كوليسيستايتس، يعني ممكن الاثنين يتلخبطوا. الالترا ساوندز كان بيساعدنا قوي في الدايجنوزيس ولو كنت شاكك في التشخيص من سي تي سكان. طيب ايه الافكتس اند كومبليكيشنز اوف جول ستونز؟ ده سؤال مهم قوي. بيقول لك كومبليكيشنز اوف جول ستونز ده سؤال امتحان واضح جدا، سؤال شفوي، سؤال نظري يجي في الام سي كيو. ايه يعني انت زعلان لان في حصاوي في المراره؟ في الجول بلادر ممكن تعمل بيلياري كوليك لو قفلت الهارت من باوتش، او لو دخلت جوه البايل داكت هتعمل بيلياري كوليك خاصه لو نزلت تحت عند السفنكتر اوضي عشان في سفنكتر تحت، ممكن تقفل المراره او تعمل انفيكشن في المراره، تعمل اكيد كوليسيستايتس او كرونيك كوليسيستايتس. ممكن المراره يجي فيها امبايما اوف ذا جول بلادر، تقلب باب امبايما تبقى بص انسايد ذا جول بلادر، او ميوكوسيل. طب الميوكوسيل ازاي هيجي الميوكوسيل؟ المراره اتقفلت وبعدين البايل سولس والبايل بيجمنت اتمصوا وابتدت الميوكس سيل سكريتنج سيلز بتاعت الجدار المراره تسكريت ميوكس، فتبقى ميوكوسيل اوف ذا جول بلادر، مليانه ميوكوسيل، تبص تلاقي المراره جواها تطلع ماده بيضة، ده ميوكوسيل اوف ذا جول بلادر. كنا دايما يقول لك اتس نوت وايت، كانوا بيسموها الوايت بايل، اتس نوت وايت اند اتس نوت بايل، هو مش وايت لان هو ميوكس، اند اتس نوت بايل لان مفيش فيها لا بايل سولس ولا بايل بيجمنت اللي هم اتمصوا. ممكن المراره تدير فوريت بقى وتعمل لك بريتونايتس، لوكالايز بريتونايتس او جنرالايز، بس غالبا بتبقى لوكالايز يعني لان بيحاول لها انفلاميشن والاومنتم بيلوكالايز الانفكشن يعني. طب لو الحصوه وصلت للبايل زاكس ممكن تعمل لي بيلر ابستراكشن، تعمل لي اكيد كولانجايتس، تعمل لي اكيد بانكرياتايتس، كل دي حاجات ممكن توصل لو الحصوه وصلت للبايل داكتس او وصلت للور اند بتاعت الكومن بايل داكت وقفلت البنكرياتيك داكت. في الانتستين تعمل جول ستون ايليس. في حاجه بقى سندروم مدري شويه اللي هي بنسميها المريز سندروم، لو الحصوه عملت السريشن من المراره ودخلت على الكومن بايل داكت بتعمل عندنا حاجه اسمها المريز سندروم. طيب ازاي هشخص الجول ستونز؟ بالابدومينال الالترا ساوند وراديو نيوكلييدي سكان اللي هو الهايدا سكان، كل دي حاجات تجيبها لي. في عندنا ساين اسمها الميرفي ساين. الميرفي ساين دي كلينيكال العيان اللي بيبقى عنده اكيوت كوليسيستايتس، بنحط ايدينا في الرايت ابر ابدومين يعني في الرايت هايبوكوندريم ونبتدي نتك عليها والعيان ونقول له خد نفس، هو بياخد نفس بس لاقي العيان از ويز هولدنج ريسبيريشن ما قدرش يكمل. ليه؟ لان ده بيكسسربيت البين او لان المراره هتنزل وتخبط في ايدك، ده بيسموها الميرفي ساين. دي اكيوت سجستس اكيوت انفلاميشن وغالبا بيبقى معاها ليكوسايتوزيس ومعاها اليفيتد ليفر انزيمز، ده في الاكيوت كوليسيستايتس. ممكن احس ماس
الماس دي هتيجي ازاي؟ الاومنتم بيبقى جاي حوالين المراره وعامل انفلاماتوري ماس، والمراره ملتهبه تتحس. بس يعني ده هيبقى العيان اتاخر قوي يعني زياده على اللزوم يعني. والحسن الحظ ان معظم الحالات دي البروسيس بتبقى ليميتد، والستون زي ما احنا قلنا بتخش تاني تسليبد من الهارت مان باوتش وتروح داخله جوه المراره، وبعدين تروح البايل يعدي والانفلاميشن يسبسايد والدنيا تتحسن والاعراض تتحسن. اذا الريزوليوشن ما حصلش ممكن تعمل امبيما اوف ذا ريفر، المراره بقى تبتدي تتملي بس. وده مشكله يعني، هتعمل بقى سيفير بين وتوكسيميا ومشاكل. المشكله بقى ان الوول بتاع المراره ممكن يبقى نيكروتيك وبيعمل بيرفوريشن ويعمل لوكالايز بريتونانس، لان الاومنتم اللي بنسميه هو البوليس مان اوف ذا ابدومين ممكن هو اللي بيعمل لوكالايزيشن، فبيعمل لوكالايز بريتونانس. وفيري ريرلي ممكن تعمل عندنا جنرالايز بريتونانس، فيري ريرلي لو هي حصل لها ايميديت رابتشر. حاجه رير برضو ان ممكن نون تندر بلبابول جول بلدر بتحصل من كومبليت اوبستراكشن للسيستيك دكت وري ابزوربشن للبايل سولز وسكريشن اوف ميوكس من الجول بلدر وول، وده اللي بنسميه هنا الميوكوسيل اوف ذا جول بلدر. ميوكوسيل اوف ذا جول بلدر، واحنا قلنا اتس نوت وايت اند اتس نوت بلاك. في ممكن يبقى عندك بلبابول نون تندر جول بلدر بنسموه الكورفوازي ساين. هي الكورفوازي ساين دي الحقيقه موصوفه اكتر مع البنكرياتيك مالينسي، بيبقى بكسنو زيد اوف ذا بانكرياس فبتقفل اللور اند بتاعت الكومن بلدر، فتلاقي المراره تبقى ديستندد وبلبابول ونان تندر. فهو كورفوازي لو ده او كورفوازي ساين ده بيبقى يعني بيقول لك انبيشن تو ريزركتيف جوندس. لو كانت الجول بلدر از بلبابول ونان تندر ده يخلينا نفكر اكتر انها تكون ايه، تكون مالينت اوبستراكتيف جوندس، ده اللي هو الكورفوازي لو. لكن ما هي ممكن تيجي مع الميوكوسيل اوف ذا جول بلادر، او لكن يعني هي غالبا الكورفوازي ساين دي مع الميز. طيب التريتمنت هعالج العيان ازاي عندي بتاع الجول ستون. هو اهم حاجه دلوقتي عندنا اسيمتوماتيك جول ستون 80% ماشيين اوبزرفيشن، مش هنعمل عمليات لأسيمتوماتيك جول ستونز، لأن بالطريقة دي هنعمل عينين كتير جدا. إلا لو كان عند بتاع الديابيتيك، لأن ده الانسنس اوف كوميونيكيشنز فيه عالي جدا. أو لو كان عنده كونجنتال هيموليتيك أنيميا، ده لازم تتشال حتى لو مش عاملة مشاكل. لأن كل ما هيجيله أتاك هيموليسيس هتبتدي تتكون حصوات. أو لو البيشنت أندرجوينج بارياتريك سيرجري، لأن البارياتريك سيرجري بعد الجاستريك باي باس او بعد السليف بتلاقي ان المراره يعني بيقول لك حتى لو ما كانتش فيها حصاوي ساعات في عينين بتبتدي ترجع تعمل حصاوي، فعشان كده في ناس بتعمل بروفيلاكتيك كل ستيف. فتخيل لو العيان بقى، لو العيان عنده حصاوي اوريدي، لو العيان عنده حصاوي اوريدي، لو الحصاوي اوريدي عندي موجوده هضطر بقى ان انا مش عارف يعني هعمل فيها ايه. طيب بعد كده لو الحصوة اكتر من 2 سنتي، لو الحصوة اكتر من 2 سنتي، لان طالما الحصوة بقت 2 سنتي دي لايبل تو كومبليكيشنز. او لو جول بلادر از كالسيفايد، كنا 25% منهم دول بيعملوا كانسر، يبقى دي لازم تتشال. او لو جول بلادر كانت نون فانكشنينج، طب هنعرفها ازاي نون فانكشنينج؟ بنعمل الترا ساوند، وبعد العام بياخد عندنا فاتي ميل، وبعد ما ياخد فاتي ميل عندنا نبتدي نعمل الترا ساوند مره ثانيه ونشوف الكونتراكتيليتي اوف ذا بلادر. دول ساعتها بقى بنعمل بروفيلاكتيك كولي سيستم، بروفيلاكتيك سيستم. طب العيان بقى اللي هو عنده اعراض بقى بيجي له ريبيتد اتاكس اوف بيلاري كوليك او عنده كولي سيستايتس، لا الكولي سيستم هنا از ذا تريتمنت اوف تشويس. اذا ما كانش فيه اي يعني كونترا انديكيشن للسيرجن يبقى هعمل يعني، ما انا يعني عيان بقى ما هو في عيان يبقى في الاي سي يو وفنتيليتد وعنده رينال فيلير او
عنده هيباتو رينال فيلير وعينكوماتوز مش هعمل له عمليه، يعني العيان في عنده حاجه تمنع ان انت تعمل له عمليه، لكن لو العيان جنر بيقدر يستعمل العمليه حتى لو عنده شويه كوموربيديتيز اقدر اتغلب عليه، الكولوسيستيكتوم از تريتمنت اوف تشويس. طيب 90% من حالات الاكيد كروسي سيستايتس بتسبسايد مع كونزرفاتيف تريتمنت نون اوبرتي، يعني انا ممكن العيان يجي يقول لي اكيد كولوسيستايتس مش لازم اعمل له عمليه على طول، لا انا ممكن امشيه كونزرفاتيف ادي له انتي بايوتكس وانالجيزكس هيتحسن، بس برضه هيفضل مشكله. يعني انت دلوقتي هو اتحسن، هل مش لايبل ان هو يرجع يجي له انذر اكيد اتاك لايبل؟ طب فقدامك حل من الحلين، لو جاله اكيد كولوسيستايتس يا تعمل له العمليه وهو ديورنج الاتاك بقى وتخلص منه، وده يعني دي سكوله زي ما هنتكلم عليه كمان شويه، يا اما تستنى لما الاتاك سبسايد وبعدين تقول له روح وتعالى لنا هنعمل لك العمليه بعد كده، بس برضه لازم تعمل له العمليه لانها حتى لو سبسايدد هترجع تريكير مره ثانيه. يبقى اذا الفاينل طالما انها بقت سيمتوماتايزنج ان لازم اعمل له كولسيستيك، طالما مفيش كونترا انديكيشن او حتى لو العيان حصل له ريزوليوشن بالميديكال تريتمنت يرجع لي بعد كده عشان اعمل له كولسيستيك بعد 6 اسابيع. طيب النون اوبراتيف تريتمنت بتاعتي، يعني ايه نون اوبراتيف تريتمنت؟ نون اوبراتيف تريتمنت يعني انا عيان عنده كولسيستايتس مش ناثينج باي ماوس، اقول له ما تاكلش وادي له اي في فلويدز لحد ما البني سبسايد. طب ليه ما ياكلش؟ ما اصل كل ما هياكل المراره هتكونتراكت الوجع هيزيد، يبقى يريح شويه وتدي له اي في فلويدز طبعا، وتعمل له هوسبيتال ادميشن وتدي له انالجيزكس وانتي بايوتكس طبعا، بس الانتي بايوتكس بقى اللي هديها له هل تبقى سكريتد في البايل ولا ما هو سكريتد في البايل مش هتوصل للبايل لان السيستم بتاعتك غالبا مقفوله. لا ده انا اهم حاجه ادي عندي انتي بايوتك يمشي في السيرم ويخش للول اوف ذا جود بلادر عن طريق البلد مش عن طريق البايل. البرود سبيكترم انتي بايوتكس اللي بديها بتبقى افكتيف اجينست الجرام نيجاتيف ايروبس، البوست ابروبريت السيفازولين السيفيوروكزيم والجنتامايسين، اي حاجه من بتشتغل يعني. طيب عيان جاله اكيد كولسيستايتس ودخل المستشفى وابتديت انت تدي له الانالجيزكس والانتي بايوتكس والاي في فلويدز والناثينج باي ماوس، العيان بتاعنا هتلاقي التمبريتشر سبسايد والبلس بتاعنا عاده يهدى والفيزيكال ساينز تبتدي تقل والتندرنس تقل والانفلاميشن يسبسايد. في الحاله دي بتبتدي العيان نفسه بيقول لك انا عايز اكل، مجرد ان اقول لك عايز اكل تعرف ان الانفلاميشن السبسايد، تبتدي تقول له طب كل واشرب، وبعد كده الاول فلويد بعد كده يبتدي يخش على حاجات مسلوقه بعد كده ريجولار دايت. وممكن ساعتها بقى هنقرر هنعمل كولسيستيكتومي امتى، يا اما تتعمل في النكست افيلابل ليست وهو موجود في المستشفى، يعني دخل قعد كام يوم خد يومين ثلاثه علاج، نقول له بقى ايه خلاص استنى نعمل لك العمليه بكره ولا بعده في اقرب لسته موجود، او لو ظروف ما تسمحش او لو عنده كوموربيديتيز او لو مش عايز يعمل عمليه دلوقتي نقول له طب خلاص انت هتروح سعادتك و هنعمل لك العمليه بعد ما يحصل لك كومبليت ريزولوشن وتجيلنا بعد 6 اسابيع عشان لك العمليه، بس لازم تتعمل العمليه لان لو ما اتعملتش هيرجع يجي له انذر اتاك، ومش كل مره زي ما بيقولوا هتسلم المشكله، لا ده ممكن يجي لنا المره اللي بعدها بمشكله اكبر واعمق من المشكله دي. اذا العين كان عنده جوندس هشخصه بعمله ام ار سي بي، هلاقي ان في ستونز جوه البومبال ده بقت مشكلتين، بقت عندي حصوه مرار ملتهبه جوه حصوي وعندي حصوات جوه الكومن بايل داكت بقت كولوسيزيس بقى مشكلتين. في الحاله دي لازم اتخلص الاول من الحصوي اللي جوه الكومن بايل داكت عن طريق ان اعمل له اي ار سي بي واشيل الحصاوي واحط ستنت في الكومن بايل داكت وبعدين اعمل له لابروسكوبيك كوليستيكتومي، وبعدين بس مش هعمل لابروسكوبيك كوليستيكتومي انا معناه يهدى بقى والبيليروبين ينزل والانزيم تهزل وكل حاجه تهدى، وبعدين بعد كده اعمل لابروسكوبيك كوليستيكتومي وبعدين اخش اشيل الستنت بعد كده. طيب لو الجول بلادر حصل فيها بيرفوريشن او انا شاكك ان الجول بلادر فيها بيرفوريشن وشاكك، يبقى في الحاله دي بعمل له سي تي سكان اتاكد من التشخيص. طب امتى ان العيان بتاعك انت دخل المستشفى باكيد كولسيستايتس وانت ماشي معاه كونزرفاتيف تريتمنت بانتيبايوتكس وانالجيزكس واي في فلويدز وناثينج باي ماوس وماشي معاك كويس جدا، امتى اقول ان انا لا مش هقدر اكمل اي هاف تو اباندن الكونزرفاتيف تريتمنت دي؟ لو البين والتندرنس زادوا والجنرال كونديشن ديتيريوريتد، فالحاله دي لا انا احسن حاجه اعملها له ان انا اعمل له كولسيستيك. بس الامرجنسي كولسيستيكتومي دي بتبقى محتاجه جراح كويس وشاطر وفي سنتر بتاع بيلي سيستم كويس عشان يعمل لك الكولسيستيكتومي في الاكيد اتاك دي سيف.
يبقى بروفايدد ان الهوسبيتال فاسيلتيز افيلبل وجراح كويس موجود, خش اعمل لابروسكوب كل ستيت مفيش مشاكل يعني. طب افترضنا بقى ان العيان بتاعنا كان عنده كوموربيديتيز جامده جدا, يعني هو عنده مراره وابتدت تخش في امبايمه ومش راضي يريسبوند للميديكال تريتمنت والعيان عمال يديتيريوريت وانت عايز تعمله العمليه وفي عندك كوموربيديتيز عنيفه جدا منعاك, عنده ادفانسد كاردياك كونديشن مش هيستحمل يبنك, في الحاله دي بن اسك وان اوف ذا راديولوجيست من انترفينشنال راديولوجي ان هو يعمل لنا الترا ساوند ونعمل له كولوسيستوستومي, يروح جايب الترا ساوند يروح عامل لي بيركوتينس كولوسيستوم قسطره كده من الجلد يروح مدخلها يحطها جوه المراره والدرين الانفكتد بايت ده كله يطلع لبره لحد ما العيان بتاعنا يحصل له ريليف للسيمتومز واشوف برضو الجنرال كونديشن. العيان بتاعي مثلا كان كاردياك ده وكان عنده اسكيميا ومشاكل في القلب, ابتدي اجيب حد بتاع كارديولوجي يحل له المشكله بتاعته. وبعدين بعد كده بس لازم خد بالك الكولوسيستوستوم دي يعني هي انترفال, يعني هي بس بريدج كده تعديك المرحله الحرجه, بس لازم يتعمل للعيان بتاعنا كولوسيستكتومي وانس ان الميديكال بروبلم اللي كانت موجوده استابيلايزد واخش واعمل له سيستم. التايمنج اوف سيرجري في الاكيوت كولوسيستايتس برضو اختلفوا عليه, هل انت تعملها في الاكيوت ديورنج الاكيوت اتاك ولا تستنى لما كومبليت ريزوليوشن وتعملها بعد كده. حسب قلنا لو في مستشفى كويسه وفي جراح كويس وفي هوسبيتال فاسيلتيز كويسه اعمل اللابروسكوب كولوسيستكتومي. الحقيقه انا شخصيا انا من هذه المدرسه بعمل الكولوسيستكتومي في الاكيوت اتاك مفيش اي مشكله معايا خالص, يعني النتائج بتبقى كويسه جدا الحقيقه, لان احنا برضو لما مشينا العيان كونزرفاتيف وخرجنا بره المستشفى في خلال الشهرين اللي على ما تقولوا تعالى انا بعد شهرين نعمل لك العمليه, في خلال الشهرين دول هيجي يخش الطوارئ على الاقل مرتين ثلاثه هيجيلك انظر اتاك, وكل اتاك تيجي نقول له خد علاج واستنى شهرين كمان ونفضل بقى ايه في دواب. في مدرسه ثانيه بتقول لك لا انت ما تعملش ايرلي كولوسيستكتومي واستنى لحد ما العيان بتاعنا يتحسن وتروحه وبعدين يرجع لك بعد 6 اسابيع يعمل العمليه بتاعته. لكن بيقولوا ان انت لما في 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 الاكيوت اتاك لو عملت له الكولوسيستكتومي اللابروسكوب كولوسيستكتومي اتاك الريت اوف كونفرجن بيبقى يعني ان انت تحولها من لابروسكوبك لاوبن بيبقى عالي شويه, بس هو برده مع الجراحه المتمكن الريت بيبقى از ذا سيم, يعني بعد فتره لا بتبقى هي از ذا سيم. اذا كانت الايرلي اوبريشن از نوت انديكيتد وان شود ابروكسيميتلي 6 اسابيع على ما الانفلاميشن يسبسايد وبعد كده بيجي لنا عشان نعمله العمل. لكن لو امبايما بقى اوف ذا جول بلادر دي سيكول اكيد كولسيستايتس او ميكوسيل قلب بقى انفكتد الجول بلادر ديستندد ويز باس, احسن تريتمنت زي ما قلنا كولسيستوستومي نحطها ونفضي المراره وبعد كده نخش ونعمل كولسيستكتومي. في عندنا حاجه اسمها الاكالكولس كولسيستايتس, اكالكولس كولسيستايتس يعني ايه اكالكولس كولسيستايتس؟ يعني عيان عنده التهاب في المراره بدون حصوات. طيب ده بيحصل 5% من التهابات المراره بتبقى المراره ملتهبه بدون وجود حصوات وبتدي بيكتشر سيميلر للكالكولس كولسيستايتس. بعض العينين بيبقى عندهم نون سبيسيفيك انفلاميشن في الجول بلادر يعني مش وبعضهم بيبقى عندهم سبيسيفيك انفلاميشن في الجول بلادر اذا حاجه اسمها الكوليسيستوزيس. يبقى حتى الاكالكولس ليها انواع, يا اما انفلاميشن عادي خالص جدا نون سبيسيفيك, يا اما في انفلاميشن سبيسيفيك زي ما هنشوف السبيسيفيك بتوع الكوليسيستوزيس هنقولهم دلوقتي. الاكيوت اكالكولس كوليسيستايتس از بارتيكولار سين في الكريتيكال ايل بيشنتس, مشكله في العيانين اللي في الرعايه او العيانين اللي ريكفرنج من ميجور سيرجري او بعد التروما او البيرنز. تخيل بقى عيان عنده تروما او بيرن ميجور تروما او بيرن في الاي سي يو ويجي له اكيوت اكالكولس كولسيستايتس, وللاسف ان الدايجنوز بيبقى ميزد لان هي اكالكولس يعني السونار ما بيبقاش فيها حصاوي الا اذا كان بقى طبعا بتاع الاي سي يو اللي جنب العيان صاحب نفسه وجاب جراح كويس يشوفها. في عندنا حاجه اسمها الكوليسيستوزيس. الكوليسيستوزيس بقى اللي هي السبيسيفيك انفلاميشن اوف ذا جول بلادر وذوت ستونز. في منهم حاجه بنسميها الكوليستيريوزيس اللي هي بيسموها الاستروبري جول بلادر, يعني بتبقى المراره لما تفتحها جوه تبقى الجدار بتاعها عامل زي الاستروبري زي الفراوله من الديبوزيشن اوف كوليستيرول كريستلز تلاقي عامله عندنا زي الفراوله
او بوليبوزس بوليبس تبقى موجوده جوه المراره، والبوليبس دي بتقابلنا كتير جدا في السونار، تلاقي عيان جاي لك يقول لك انا عندي بوليب جوه المراره، اعمل عمليه ولا ما اعملهاش؟ نشوف البوليب ده حجمه قد ايه، لو اقل من سنتي بنعمل له كونزرفيشن، اقل من 10 مللي بنعمل له كونزرفيشن. امتى نعمله؟ لو عدى ال 10 مللي يعني بقى اكتر من سنتي، او لو عمال يزيد في الحجم يعني بقى كان مثلا 5 مللي لقيناه بقى بعد شهر بقى 7 مللي، لقيناه بعد شهر بقى 8 مللي، لا لازم تتشال. في حاجه عندنا اسمها الادينوميوماتوزيس، وفي الكوليسيستاتيس جلانديوريس بوليفلانس، كل دي انواع من السبيسيفيك كوليسيستوزيس اللي بتعمل اكالكولس انفلاميشن اوف ذا جول بلادر. طيب الكوليسترولوزيس الاستروبوري احنا قلنا ده بيبقى الانتيريو اوف ذا جول بلادر، تفتحها تفتح المره تلاقي عامله زي الاستروبري، عامله زي الفراوله عشان الكوليسترول مترسب في الوول بتاعها، وال ويبقى عامل زي تبقى عامله زي السيدز بتاعت الفراوله يعني، وغالبا بتبقى ساعات اسوشيتد مع كوليسترولز. اهو ده يعني ده المنظر، المراره اللي مفتوحه وجواها الكوليسترولوزيس اوف ذا جول بلادر، مفتوحه المراره وجواها كوليسترول كوليسترز عامله زي الايه زي الفراوله. كوليسترول بلوبوزيس اوف ذا جول بلادر، الكوليسترول بلوبوزيس بتاع الجول بلادر احنا قلناها بتتشاف دي بالسونار او بالكوليسيستوجرافي، ويوجوالي محتاجه هاي ريزولوشن الترا ساوند عشان نشوفها كويس قوي، ومحتاجه فولو اب، ولو اقل من سنتي بنسيبها، او لو اكتر من سنتي او بتزيد في الوقت هي في الحاله دي بنضطر ان احنا نعمل لها العمليه. برضو الكوليسيستايتس جلانديولاريس بوليفرانس بوليبس او ادينوماتوزيس او انترامورال دايفيريكولوس اللي هو في الصوره دي، هنا ده عندنا دايفيرتيكل، ما هو جوه الدايفيرتيكل فيستول، ممكن على فكره تعمل فيستول لبره، وده عندنا بوليب اهو، وفي عندنا هنا دي انترامورال ستونز، دي تايب اوف الكوليسيستايتس جلانديولاريس بوليفرانس بوليبس او انترامورال ستونز او دايفيرتيك او دايفيرتيكلال ستون او فيستولا، يعني دايفيرتيكل ما هو يا جواه ستون يا جواه يعمل فيستولا، يا الوول بتاع الجول بلادر جواه ستونز يعني. طيب هنا التريتمنت لكل الحالات دي كلها على بعضها ان انت بتعمل لها كولي سيستيك، برضو الدايفيرتيكلوزيس بتاعت الجول بلادر بتبان في الكوليسيستوجرافي، والتريتمنت بتاعتها برضو سيستيك. هنا ده عندنا الكوليسيستوجرام شوينج دايفيرتيكلوزيس، هنا الداي جوه المراره وداخله في الوول بتاع الدايفيرتيكلب اللي جوه اهو الول، ده الول والداي داخله من اليومن الجول بلادر داخله مبينه جوه الدايفيرتيكلوزيس بتاعت الجول بلادر، ودي طبعا علاجها كوليسيستيك. في عندنا التايفود انفكشن بقى بتاعت الجول بلادر، في عندنا السالمونيلا تايفي والسالمونيلا تايفي ميوريام كان انفكت الجول بلادر، ودي ميليد تو اكيوت كوليسيستايتس، ولكن ممكن تعمل كرونيك كوليسيستايتس برضه. العيان بتاعنا بيبقى تايفويد كارير اكسكريتنج البكتيريا ان بايل، عشان كده لو انت الجراح شاكك ان ده تايفويد كارير ما تديش المراره ولا الحصاوي اللي انت شايفها للبيشنتس ولا للريليتيفز، لانها ممكن تبقى مليانه السالمونيلا. هم اختلفوا بقى، هل دي بيتابول بقى، هل الستولز كانت موجوده وجالها سكندري انفكشن بالسالمونيلا، ولا هل دي يعني سالمونيلا كانت موجوده وهي اللي عملت الحصاوي؟ في كلام كده وكده يعني، السالمونيلا موجوده ربت حصاوي ولا الحصاوي كانت موجوده وجت عليها السالمونيلا، مش فارقه، المهم ان هم موجودين مع بعض. السالمونيلا كان بي كلتشر من الستونز، وعلاجها ان انت بتدي الاول اميسيلين عشان تكنترول السالمونيلا والتايفويد، وبعد كده بتعمل له الكوليسيستكتومي او بتدي كينيلونز اذا كان عندنا عنده سنسيتيفيتي للبنسلين. الكوليسيستكتومي عمليه بتتعمل، احلى حل في حاجه فيها انها تتعمل لابروسكوبيك، لابروسكوبيك كوليستيكتومي از ذا بروسيجر اوف تشويس، يعني ما عادتش الاوبن كوليستيكتومي هي البروسيجر اوف تشويس، لا بقت الجولد ستاندرد هي اللابروسكوبيك. امتى اعمل اوبن كوليستيكتومي؟ اذا كان اللابروسكوبي نفسه كبروسيجر
از نوت انديكيتد. يعني مثلا عيان كاردياك وان انا عشان اعمل لابروسكوبي وانفخ البطن وانفخ هواء ممكن ينترفير مع الكاردياك فانكشن. ولو ان الكلام ده دلوقتي بيتغير برضو وجد ان احسن حل برضو ليه هو اللابروسكوبي. يعني كان زمان قوي متحفظين جدا، دلوقتي لا بيسيبونا ان احنا نشتغل حتى في وجود الكاردياك كونديشنز، لان برضو الجرح انك تفتح العين وتقفله جرح طويل، فتحه بياخد وقت وقفله بياخد وقت، والبوست اوبراتيف بين جامد جدا، كل ده بينترفير مع الكاردياك كونديشن. يبقى لو اللابروسكوب از نوت انديكيتد في الحاله دي بدل ما اعمل لابروسكوبك اعمل اوبن كولسيستكتومي، او لو اثناء اللابروسكوب كولسيستكتومي اضطريت اقلب اعمل كونفرجن كانت صعبه جدا حصل بليدنج وحصل كومبليكيشنز، في هقلبها من لابروسكوبك. ادي اللابروسكوب كولسيستكتومي اهي، دي ده الهارت من باوتش بنشيله بنشده، وادي الترينجل اوف كالو، وادي السيستك داكت، وورا هنا المفروض ده السيستك ارتري، وده بنسموه الميرلاند فورسبس بشرح بيه عشان اجيب السيستك داكت اهي، وبعدين ابتدي احط عليها كليبسين هنا كده وكليبس هنا واروح قاطع، وبعدين اطلع السيستك ارتري. بس هو المفروض احط كليبسات على السيستك ارتري قبل السيستك داكت، عشان لان انا وانا بشد المراره ممكن يتقطع من السيستك ارتري. فالاول تكليب السيستك ارتري في الترينجل اوف كالو، مثلث الترينجل اوف كالو ده، وتروح اعمل كليبنج للسيستك ارتري وتقطعه، وبعدين بعد كده كليبنج للسيستك داكت، وبعدين تقطعه، وبعدين تاخد المراره بعد كده من 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 عند الهارت من باوتش لحد الفندس وتشيلها وتمشي في الجول بلادر بليت، بيبقى فاسكولار بلين، لحد ما نشيلها، وبعدين بنطلع بيها سواء من الامبلايكال بورت او نطلع بيها من الابيجاستريك بورت. عمليه الحقيقه اللابروسكوب كولستكتومي از ذا بروسيجر اوف تشويس. ميزتها انها يعني ليس انفيزيف عن الاوبن سيرجري، شورت هوسبيتال ستي، العيان بيخش وبيروح غالبا في نفس اليوم، ايرلي ريكفري، بياكل ويشرب في نفس اليوم، ليس كومبليكيشنز زي الانسيجنال هيرنيا والادهيجنز والكلام ده كله ما بيحصلش. فيها ماجنيفيكيشن جامد جدا، تلاقي شوف الفيو عندك بيبقى ماجنيفايد، انت لو شفته الساعات وهو بيشتغل بتلاقي بيبقى ماسك عدسه كده عشان يكبر الفيلد بتاعه عشان يقدر يشوف التروس ويشوف التروس بتاع الساعه، فانت عندك ماجنيفيكيشن جامد جدا. كوزميتيكالي بيتر، احسن كتير جدا لما بتعمل اربع فتحات صغيره، فتحتين منهم سنتي وفتحتين منهم 5 مللي، احسن ما تفتح العين فتحه عريضه جدا بتاعتنا. البوست اوبرتيف بين اقل كتير جدا، الريكفري اسرع، العين بيرجع لشغله اسرع من الاوبن سيرجري. لا وجه للمقارنه الحقيقه بين اللابروسكوب والكوليسيستكتومي وبين الاوبن كوليسيستكتومي، ما عادش في وجه للمقارنه، وبقت هي الجولدن ستاندرد بتاعتنا. بننفخ البطن في اللابروسكوبي، احنا الاول عشان نخش البطن بنخش بابره عندنا اسمها الفيرس نيدل، او بنعمل حاجه اسمها اوبن لابروسكوبي وننفخ البطن ل 14 ملم ميركوري، ما بنزودش عن كده عشان ما داز نوت انترفير مع الكاردياك كونتراكتيلتي، او ما يعملش هندرانس للبلاد سبلاي اللي جاي من اللور ليم، فما يجيلكش ما يخشلكش العين في ديب فينوس ثرومبوس. ممكن واحنا شغالين نلاقي ان البريشر ده عالي، ممكن نقلله نخليه يبقى 12 مثلا شويه، لو انترفير مع الكاردياك كونديشن او اي حاجه من الحاجات دي كلها. وبعدين بنخش نعمل البروسيجر بتاعتنا، وبنعمل لابروسكوب كولستكتومي، وبعدين في الاخر لازم نعمل يعني ديفليشن لكل الاير اللي موجود جوه البطن بتاعتنا. انديكيشنز اوف كولودكوتومي ديورينج كولستكتومي، امتى هقرر ان انا اعمل اكسبلوريشن للكومون بايل داكت اثناء عمليه مراره؟ لو في عندي بالبابلستون وانا شغال لقيت في بالبابلستون في اللابروسكوب، لقيت الكومون بايل داكت باين فيها ستون، ولو ان كانت المفروض تبان في السونار من قبل كده او في الانفستيجيشنز، هتقول لي بقى كانت سايلنت ستون والبتاع السونار ما جابهاش، يعني حظك وحش بس لقيت حاجه محسوسه، لا لازم تعمل اكسبلوريشن للكومون بايل داكت. او لو العين كان مديك هيستوري اوف جوندس او كولانجايتس، لا لو في هيستوري اوف جوندس او كولانجايتس لازم اكسكلود الاول ان في حصل جوه الكومون بايل داكت، لا لان لو في حصل جوه الكومون بايل داكت لازم اشيلها، يا اما قبل العمليه بـ ERCP، يا اما لو اثناء العمليه بنعمل لابروسكوبك كومون بايل داكت اكسبلوريشن وكولودكوتومي بنشيل الحصوه. او لو كومون بايل داكت از دايليتد، دايليتد دي معناها ان انا جواها كان في ديستال اوبستراكشن ووسع الكومون بايل داكت، يبقى لازم اتعامل معاه سواء ان انا اشيل الحصوه بـ ERCP او بانترا اوبرتيف كولودكوتومي واشيلها. او ابنورمال ليفر فانكشن تيست سبيشال، لو كان عندي الالكالين فوسفاتيز او الجاما جي تي عالي، في الحاله دي افكر ان انا في عندي اوبستراكشن، وفي الحاله دي ممكن اعمل ديكوتوم. في عندنا حاجه اسمها البوست كوليسيستكتومي سيندروم. يعني ايه بوست كوليسيستكتومي سيندروم؟ يعني عيانه اتعمل لها المراره كانت بتشتكي من اعراض، وبعد العمليه فضلت الاعراض بتاعه المراره او الاعراض اللي كانت عندها لا زالت موجوده بعد العمليه. ممكن يكون التشخيص من الاصل كان غلط، يعني العيانه دي كان عندها فعلا سونار ما بين حصوه، لكن هي كانت عندها ديودينايتس
عندها ديدينال ألسر، عندها جاسترايتس، عندها جاستريك ألسر، عندها كولايتس، عندها بنكرياتيتس، كرونيك بنكرياتيتس، وانت عملت لها المراه فضلت الاعراض موجوده عندها. او ممكن بقى اثناء لما انت كنت بتعمل العمليه عملت انت مشكله، عملت انجري او مثلا للسيستيك داكت او اوبرتيف انجري للبيلياري تري او ميس دي ستون جول كومبايل داكت، ففضلت عيان تعاني لان المشكله بتاعتها ما اتحلتش. في الحاله دي ان احنا عايزين نشخص، فبنعمل ام ار سي بي الاول عشان نتاكد هل في مشكله في البيلياري سيستم ولا ما فيش. وممكن ساعات بقى بنضطر نعمل ابر جي اي اندوسكوبي برضه عشان نشوف في جاستريك ألسر، في ديودينال ألسر، نعمل سيتي سكان في بنكرياتايتس، في وات ايفر، يعني بتدور على سبب للبين اللي عند العينه دي. ما انت شلت المراره بالحصاوي اللي فيها، فالتشخيص ما كانش مظبوط. في حصوه فعلا المراره كان فيها حصاوي وشلتها، لكن العينه لازم بتعاني، انت عايز تعرف. وساعات عشان نحل بقى مشكله البيلري انجري او الميز دي ستونز اللي موجوده جوه الكومبايل داكت اللي لسه عامله لها مشاكل بعد العمليه، بعمل اي ار سي بي واسفنكتروتومي واشيل الحصاوي الموجوده جوه الكومبايل داكت. ويبقى الاي ار سي بي هنا دايجنوستيك وثيرابيوتيك. دايجنوستيك شخص لي ان في حصوه جوه الكومبايل داكت، وثيرابيوتيك شالها وحطيت ستنت. ده بنسميها البوست كوليستيكتومي سيندروم. الكارسينوما اوف ذا جول بلادر ده رير ديزيز، مور كومن ان وومن، من يعني from 7th to 8th decade، بيجي في السن الكبير. يعني البريدسبوزنج فاكتورز احنا قلنا فيها جول ستونز. جول ستونز في حد ذاتها لو فضلت فتره طويله في المراره كارسينوجين، بس فتره طويله قوي يعني، ومش كلها، لكن وجود الحصاوي في حد ذاته ده ممكن يكون سبب. البورسلين جول بلادر، كالسيفاي جول بلادر، التيفويد كارير، الترو ادينوماتس بوليبس، احنا قلنا لو اكتر من سنتي برضو ما تسيبهاش. الباثولوجي ممكن تبقى ادنو كارسينوما في 90%، وممكن تبقى سكويمس كارسينوما يعني ميتابليزيا بعد كده. في عندي نودلر تايب او انفيلتريتيف تايب، نوعين جروسلي. السبريد دايركت للليفر طبعا اول حاجه، لان هي المراره لازقه في الليفر، او سيدنج في البريتونيال كافيتي او البيري هايرال ليمفاتكس، ويوجوالي ات بريزنتيشن بقى الحاله ادفانس. اهو ده منظر عندنا، ده لابروسكوبك ستيجنج في بيشنت عنده جول بلادر كانسر وفي بريتونيال نيديولز موجوده جوه الستونز. اهو ده يعني ده المنظر، المراره اللي مفتوحه وجواها الكوليستيرولوزيس اوف ذا جول بلادر، مفتوحه المراره وجواها كوليسترول كوليسترز عامله زي الايه، زي ال 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 الانفستيجيشنز بنعمل تيومر ماركر السي 19-9 بيبقى عليه في 80% من العينين دول، ودايما الاي اس ار والسي ار بي بيبقوا عاليين. بعمل الترا ساوند، بعمل سيتي سكان، بعمل ام ار اي، بعمل ام ار سي بي، كل دي انفستيجيشنز بعملها عشان اشخص بيها الكارسينوما اوف ذا جول بلادر. بيركوتينس بايوبسي ممكن تتاخد اندر راديولوجيكال جايدنس عشان اتاكد انها كارسينوما اوف ذا جول بلادر. وممكن نعمل ستيجنج لابروسكوبي عشان نشوف اذا كان في بريتونيال او ليفر ميتاستاسيس، نخش بالابروسكوب ونشوف هل هي لوكالايزد، هل هي ريسكتابل اور نوت، هل هي ميتاستاتيك اور نوت. كل ممكن اعمل عشان الام اوف ستيجنج في جول بلادر كانسر اسسمنت اوف لوكال ديزيز هو قد ايه، واذا بشوف اذا كان في ميتاستاسيس اور نوت، ليفر، بريتونيال، ليمفاتيك، اكسترا ابدومينال ديزيز، عشان ما اعملش العام بتاعنا هيرويك سيرجري وما استفدتش منها. ده لازم اشوف هو لوكالي قد ايه وفي ديستانت متاستس اور نوت. طب هعالج ازاي الجول بلادر كانسر؟ هو احسن حل ليها الريسكشن، بس للاسف ده ما بيبقاش متاح الا في 10% فقط من المرضى. ليه؟ لان الديزيز بي يوجوالي بيبقى ادفانس، بس لو هتشيل يبقى تعمل ان بلوك ريسكشن للمراره بالتيومر اللي فيها، ونشيل سيجمنت كمان او اكستندد هيباتكتومي من الليفر، ممكن نشيل تو سيجمنتس من الليفر، وبنشيل حته من البايل داكت كمان، وبنعمل ريجنال ليمفادينكتومي. كل ده
should be considered في selected cases. الايه من ناحيه يبقى عندك نيجاتيف فري مارجن. ساعات في عيان بنعمل له كوليستكتومي لابروسكوبيك واحنا شايلين بنشيل المرام بنبعتها تتحلل كاروتين او شاكين ان في حته ناشفه كده نبعتها تتحلل تطلع ان هي فيها كانسر، بس الكانسر ده كان كونفايند للميكوزا او للمصل كوت بتاعت الكبلاتر. ده مش محتاج اي حاجه تاني خالص، يعني نو فيرزر تريتمنت از ريكوايرد خلاص لو هي سوبرفيشال قوي في الميكوزا او المصل. الروتين ريسكشن للبورت سايتس كان زمان بيعملوه بورت سايت ريسكشن، لان انا بخاف وانا بشيل المرار ان ممكن يكون في امبلانتيشن لمالجنن سيلز في البورت سايتس. از نو مور دان اند از نو مور ريكومندد. للادفانس كيسز اللي هي جايه بقى بوستراكتيف جوندس بنعمل بالياتيف ميجرز زي اندوسكوبيك او بيركوتينيوس ريليف للسيمتومز، يعني اعملها بي تي سي واحط لها ستنت عشان بس ما التيومر قفل الكومون بايل داكت انفيدنج الكومون بايل داكت، فاحط لها بي تي سي واسحب البايل من فوق، او لو قدرت اعدي ستنت او دعامه اعديها من تحت، او لو اقدر من اي ار سي بي من تحت واعدي دعامه تعدي وتوصل الليفر بحيث ان السكه البايل بس تمشي والجوندس تسبسايد. الادجفنت كيموثيرابي يعني الرول بتاعه مش افكتيف قوي امبروفن، والميديان سيرفايفر للاسف بيبقى 5% قبل ايه ما تشال. في عندنا الاكسترا هيباتيك بيلر اتريزيا دي حاجه رير شويه